No, ¿qué es? نمبر 2 احنا عندنا الكيس نمبر 1 الاوردر مال الرياكشن فور ديزايرد برودكت هي اكبر من الان ديزايرد برودكت مشينا عليها. الكيس نمبر 2 هي الاوردر رياكشن الجاما 2 هي اكبر من الاوردر رياكشن هي هاي ديزايرد هاي الان ديزايرد وهاي ديزايرد برودكت. احنا نريدها بالعكس، احنا نريد هاي، لكن اذا صارت عندي هاي الحاله شو اسوي؟ The reaction order of the undesired product is هنا بالعكس greater than that of the desired product. So زين خلينا نجي نفس الحال نسوي as d نفس الحال نفس كل شيء نكتب. احنا عندنا rd over ru equal سي اي او في 1 انا متعلم اكتب 1 قامت اوكي. هاي المره ما اقدر هاي اصعدها، ليش؟ هاي اعلى من هاي. ولو نفرض انه البي هناك قلنا اي، البي هي عباره عن قامة 2 ناقص قامة 1، ليش اريد قامة 2 ناقص قامة 1 مو بالعكس؟ لان انا اريد البي بوزيتيف نمبر، يعني لازم اكبر من زيرو، ما يصير يطلع يطلع بالعكس، يطلع بي نيجاتيف. لذلك شو راح نسوي؟ لذلك شو راح نسوي؟ احنا هسه تعالوا شوف، هسه اذا نريد نمشيها مثل ما تعلمناها بالبدايه نساوي كي دي اوفر نفس الحاله كي يو وسي اي هنا. شوف انتبهوا نفس ما سوينا ذيك المره اوكي اللي هي بي، اللي هي بي. زين خلوا بالكم ملاحظه مهمه، خل اغير هنا. احنا ايش قلنا؟ قلنا يا ترى جاما 2 هي اكبر من جاما 1، يعني هنا البي ايش طلع قيمته؟ طلعت سالبه صح. زين هو يريدها موجبه بهاي الحاله، لازم شو نسوي؟ لازم دي اوفر يو كي دي ضرب فوق كي، لازم هذا ينزل بالمقام. شوفوا هسه المعادله مالتي ما بيها سالب بالفعل مثل ما نريدها بالكيس مالتي، واضح شلون شلون صارت؟ ممتاز. هسه بهاي الحاله، هسه بهاي الحاله هاي الريشيو ايش تتوقعون؟ هناك بالحاله الاولى سي اي كانت علاقه طرديه ويا السلكتيفيتي، نزيد السي اي تزيد السلكتيفيتي، نقص سي اي هنا بالعكس، هنا علاقه عكسيه، يعني اذا ازيد الكونستريشن مال سي اي ايش راح يصير بالسلكتيفيتي؟ راح تقل، لان يعني واحد عليها راح تقل، بينما اذا اقللها راح تزيد. اذا يا ذكي هسه يقول لي هنا شو نستخدم اي مفاعل؟ يا ذكي يلا اوكي تمام عافية، راح نستخدم السي اس تي ار. ليش؟ لان كونستريشن اللي نخليه بالبداية ما راح يظل عالي لفترة ديورينج ذا رياكشن، ما راح يظل عالي، راسا راح يبدي ينزل، بينما ما نقدر نستخدم بهاي الحالة الباتش والبي اف ار. ليش؟ هناك ياخذ فترة طويلة السي اي القيمة مالته عالية، بعض الأحيان يصير بها ريسايكل رياكتر وذ يعني البرودكشن، البرودكشن يطلع جزء منه يرجع للريسايكل. هاي هنا هم لازم ناخذها بعين الاعتبار بعدين إذا عندنا هيجي اكزامبل مريد ندوقكم هسه بي. أوكي سهلة ممتاز because the activation energies of two reaction. أوكي زين خلينا نشوف هسه. اوكي تمام زين، احنا لحد الان ما خلينا افكت التمبريتشر. التمبريتشر من تجي افكت مالتها على التفاعل على المفاعل هنا؟ من نقول اس دي اوفر يو هي بالكي، الكي اللي هو ثابت التفاعل الكي، مع انه احنا قلنا قبل هو مو ثابت بصوره واقعيه اكزاكتلي ثابت، هو
إلى علاقة ويا التمبريتشر، وقلنا نجيبها من أرينيوس إكويشن أخذناها بالبداية. إذا راح يصير التفاعل مالتي A، هاي أرينيوس إكويشن، ريت أوف ريأكشن لكل وحدة، ونعوض بدالها أرينيوس إكويشن إكسبونيشن E أوفر D ماينس E أوفر U على R T. هاي إفكت هنا، إفكت التمبريتشر على السلكتيفيتي بهاي المعادلة. طبعا الـ A مثل ما تعرفون هو الفريكونسي فاكتور، هذا ثابت يعطى. الـ E هو الاكتيفيشن انرجي مهمة، و D و U هي الديزايرد و انديزايرد برودكت. يعني هسه نجي كيس نمبر 3. كيس نمبر 3 احنا خلصنا هسه من تأثير كونستريشن، افتهمنا. هسه نجي على تأثير وات، تأثير التمبريتشر على التفاعل. شي يأثر بالسلكتيفيتي، يعني التفاعل او التمبريتشر شو راح تاثر بالسلكتيفيتي الديزايرد برودكت على الانديزايرد برودكت. هاي الفكره من الادب بكل سهوله. زين هنا من قيمه الاكتيفيشن كيس نمبر 3، الاكتيفيشن انرجي للديزايرد برودكت هي اكبر من الاكتيفيشن انرجي للانديزايرد. هنا تاثير التمبريتشر. زين بهاي الحالة in this case إذا عدنا الـ E للديزايرد برودكت هي أكبر، هذا معناه الـ A هي أكبر بهاي التمبريتشر العالية، يعني معناها التمبريتشر عالية هاي أكبر راح تعطيني وات سلكتيفيتي أكبر. إذا أنا أحتاج بهاي الحالة نصعد درجة حرارة المفاعل إلى أعلى highest temperature possible. تفهموني؟ possible. ليش؟ حتى احصل على وات سلكتيفيتي عالية. هي هاي العلاقة. وبالعكس اذا كيس نمبر 4 بالعكس. بالعكس. طبعا هو فوق ده راسمها وموضح لك الـ يعني بشكل. زين؟ اذا كيس نمبر 4 اذا ال الاكتيفيشن انرجي اكبر من الاكتيفيشن انرجي للديزايرد برودكت، انديزايرد اكبر من الديزايرد برودكت، الرياكشن شود بي كارد اوت. ليش؟ لازم نشتغل وذ لو تمبريتشر، حتى يعني هو مجرد تتبع للتفاعل كل ما نشتغل هذا راح تقل، هذا راح تقل النسبه راح تقل، هاي كلها راح تقل. اذا قللت اذا زيدت اذا قللت اذا زيدت بهالحاله اذا زيدت راح تقل، لذلك انا اقلل درجه الحراره هنا حتى احصل على هاي سلكتيفيتي. اوكي. وهو طبعا هنا هو راسمها فوق له، هذا سلكتيفيتي وهاي التمبريتشر. كل ما تقل، شوفوا تقل السلكتيفيتي كل ما تزيد درجه الحراره، بيا كونديشن انه اليو اكبر من عندي، بينما من عندي هنا تزداد السلكتيفيتي ويا درجة الحرارة بيا ظرف الاي مال ديزاير هي اكبر من الاي مال انديزاير. بكل بساطة، بكل بساطة